عايز يقلب محل العطاره قهوه. ايوه قهوه. مستغرب ليه؟ ما هو كله بسببك. وانا عملت ايه بس يا حاج؟ سايب مال ابوك لاخوك ينهب ويتصرف فيه زي ما هو عاوز. ده عاوز يورثني بالحياه وانا لسه عايش على وش الدنيا، ما متش. ما تشر عليك يا حاج، ربنا يديك الصحه وطوله العمر. وبعدين يا حاج ما انت عارف انا ضابط شرطه وشغلي في مكان حساس، ما ينفعش اشتغل حاجه تانية جنبه. ومنير بيشتغل معاك من صغره واتمرمط في الشغلانه لحد ما شارب الصنعه، ما ينفعش انا زحمه في لقمه عيشه. قصدك اكل الصنعه ومصمص صوابعه وراها؟ ده كرش واسع وما بيشبعش وعمره ما هيتعلم مني حاجه ابدا. ومن الاخر انا خلاص رميت طبطه. روق بس يا حاج، وان شاء الله كل حاجه تمشي زي ما انت عايز. منير ده برضه ابنك الكبير وملوش بركه الا انت. والله انت طيب وعلى نياتك وهتفضل طول عمرك كده يا ابني. انا عارف هو ما طلعش زيك ليه. انت كنت عايز حاجه يا ابني؟ والله يا حاج بص، انا كنت عايز منك طلب كده بس الصراحه مكسوف منك. يعني خير يا ابني؟ في ايه؟ اتكلم بصراحه. كده كنت عايز 25000 جنيه يعني سلفه، يعني كده لحد ما ربنا يسهل ورجعهم لك ان شاء الله. ايه 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 ايه؟ قلت ايه؟ 25000 جنيه؟ انت فاكرها تكيه ولا ايه يا معتز؟ الكلام ده لو حصل يبقى على جثتي. ما تدي لاخوك قلمين بالمره يا سي منير، ما هو ده اللي ناقص. ايه بس يا جماعه، في ايه؟ صوتكم جايب اخر الدنيا. تعالي شوف اخوكي. اهدى بس يا حاج، مش كده؟ اهدى ازاي؟ ما انتش شايفه داخل ينطح ازاي؟ انطح ده ايه؟ ولا طور ولا ايه؟ يا ريتك حصلت طور يا اخي، ده الطور بيفهم احسن منك. ليه بس كل ده؟ انا بتكلم في الحق. جاب كسر حقك. اسمع اما اقول لك، طول ما انا عايش على وش الدنيا تبقى الكلمه كلمتي والشهره شرتي. انا لسه ما متش عشان تبيع وتشتري في اخواتك زي ما انت عايز. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حدي لاخوك اللي هو عاوزه بالعند فيك، ولو مش عاجبك اخبط راسك في الحيط. يا جماعه مش كده، بنتكلم بالراحه. والنبي بقى خليك في حالك، انت شوف بطنك ومعدي ومش هتضيعك خالص. ماشي يا حاج ماشي. في 60000 داهية. انا قلت ماشي. سيبنا اتصرف معاه، ده واد زباله ما يجيش الا بالسك فوق دماغه. بنت يا منيره. ايوه يا حاج. الواد ده بيديك الشهريه بتاعتك في ميعادها ولا لا؟ اه بيديها لي يا حاج، بيديها لي. ايوه بحسب كانت هتبقى وقعته سودا لو كان قلب اصله معاكي.